وضع حرج بعد أن فقدت الكثير من الميزة العسكرية اللي كانت لديها على البلد الأفريقي. علاوة على ذلك يجب مراعاة الفراغ الذي خلق في جنوب المغرب في الصحراء وكذلك في جنوب مقاطعة المغرب. في المغرب العربي حيث انسحبت فرنسا من المنطقة تقريبا والمنطقة الآن تتنافس عليها الجماعات الإسلامية المتطرفة مرتزقة مجموعة فاغنر المشهورون بدورهم في حرب أوكرانيا واستخدامهم عبر موسكو لزيادة وجودها في القارة الأفريقية. ومن الملاحظ أن المغرب هذه المرة لديه الفوز في جانبه. الولايات المتحدة هي من زودت المغرب بالسلاح وتمتلك جيشا أقوى بكثير من الجيش الإسباني والبرتغالي والإيطالي مجتمعين بأسلحة متطورة لا تمتلكها إسبانيا ولا تتوقع امتلاكها. المشكلة هي أن إسبانيا وحدها في مواجهة المغرب لأن الولايات المتحدة لن تدافع عنا فحليفهم هو المغرب ولا تتوقع شيئا من الناتو أيضا لأن دول مثل فرنسا لديها مصالح كبيرة في المغرب سياسيا بشكل خاص الاقتصادية والاجتماعية ولن تواجه الأشباح. هذه هي المشكلة. La fabricación de armamento potente como el que vamos a hablar a continuación صناعة الأسلحة القوية مثل اللي سنتحدث عنه لاحقا دائما ما يكون خبرا ونقصد هنا الطائرات طراز 16 فايدر اللي ستبدأ الولايات المتحدة فيه. في الطبع ينتظرون هذا النوع من وكالة التعاون من الطراز من أجل أمن الدفاع قسم من الدائرة. الدفاع الأمريكي أعلنت رسميا بدء تصنيع طائرة F-16 في آخر نسختها المعروفة بالفايبر للمغرب حيتلقى 24 وتايوان حتتلقى 66. تم توقيع اتفاقية الرباط قبل تايوان ولذلك ستكون المغرب هي من تستلم طائراتها أولا. الاف 16 والمعروف أيضا بالاف 16 دي لديه العديد من الميزات الفنية والتكتيكية الملحوظة التي تجعله واحدا من أكثر الطائرات القتالية تقدما في العالم. هذه كما يبرزها الإعلام الرقمي المغربي بعض أبرز خصائصه.